جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. شيخ صالح، اذا ما ابتلي المسلم بمعرفه اناس اما انهم يصلون فرضا ويتركون فروضا او انهم يجاهرون بترك الصلاه، كيف يتصرف؟ هل يكفي الانكار بالقلب؟ يجب عليه الانكار والبيان، فان امتثلوا والا وجب عليه اعتزالهم وعدم مخالطتهم ولو كانوا من اقرب الناس اليه. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كان آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي. لما أبوا أن يجيبوا إلى دعوة التوحيد اعتزلهم عليه الصلاة والسلام. نعم.